لقد قالوا أن تدخر الحنطة بسنابلها، فماذا تفعل أنت؟ أنا أدق القمح، هذا ما أفعله دائما. لكن الظرف الآن مختلف عن السابق، فنحن مقبلون على قحط. أنا لا أصدق ذلك، فهذا كلام يوزر سيف. وماذا إن حل القحط؟ أنا واثق أنه لا يوجد أي قحط. فلنفترض أنه حل، فأنت الذي لم تدخر، ماذا ستفعل عندها؟ في هذه الحالة أشتري الحنطة من الحكومة. لكن على حد علمي أنا، فإن الحكومة لا تعطي الحنطة إلا لمن أقدم على ادخار الحنطة في مخازنها. عندما نرى علامات اقتراب القحط، عندها نقوم بالادخار. لكن ما إن يبدأ القحط فالادخار يصبح غير ممكن. لكن ما إن تمسك السماء قطرها، فإن الأرض لن ترى قطرة ماء واحدة، ولن تنمو حبة قمح واحدة. أعجب منك كم تتكلم بثقة، كما لو أنك خليفة الآلهة على الأرض، أو كما لو أنك تأتي من زمن قادم وعينت الأحداث. أنا رسول الله سبحانه على الأرض. قحط مصر مثله كمثل يوم القيامة. إن زرعتم وادخرتم في هذه السنوات السبع التي تقضونها في مزرعة الدنيا، فسيكون لكم حصادا في سنوات القحط التي هي بمثابة الآخرة. لكن من يغفل عن الاجتهاد والادخار فلن يكون صاحب زاد يعينه في يوم المعاد. لم تقل من أنت. يوسف، أنا يوزر سيف.